هاوس موضوع ميديا هاوس ميديا. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين والمستمعين، نحن في فندق لادن جيست هاوس، ويقع هذا الفندق في حي الوادي. وجدت في هذا الفندق بعض الاجانب وهم السوريين. ما هو اسمك؟ اولا اريد ان اقول حقيقه صغيره. نحن لسنا اجانب، نحن عرب وصومال في دولة في الوطن العربي. نحن كلنا أخوين، لكن أنتم تعتبرون أجانب فقط تصحيحا. لكن الأجانب يعتبر الذي لم يولد في هذا البلد. نعم هذا بالحق. نعم لم تولد في هذا. لا مولد في هذا. أنت ولدت في سوريا. في سوريا. نعم. أنا من سوريا. نعم. كم سنة هنا في الصومال؟ هذا دخلت في الشهر الثالث. الشهر الثالث. نعم. أنت تسكن في فندق لادن جيست هاوس. نعم فندق. ما الذي وجدت في هذا الفندق؟ والله أهل الفندق ناس طيبين يعني الحمد لله، والخدمة جيدة الحمد لله. أنا أعمل في عيادة لطب الأسنان هنا في الصومال. في الصومال. نعم عيادة فايو كلينيك. نعم. نحن نسكن في هذا الفندق. يعني الحمد لله الخدمة جيدة، السكن موفر جيد نوعا ما، والأسعار مقبولة. كم يعني كم يكلف الأسعار في الفندق؟ الأجار أنا أدفع في الشهر 250 دولار. 250 دولار في الشهر. 200 دولار تدفع في الشهر. نعم. هل هذا يسعدك؟ يعني إذا أردت أن أقارن هذا المبلغ في سوريا فهو مبلغ كبير جدا. أنت تدفع 250 دولار في شهرين سكن. نعم. هل تجد أكثر من ذلك من المقبول؟ نعم أنا أجد أكثر من ذلك. نعم. كم تأخذ الرواتب؟ الراتب الحمد لله جيد يعني. الراتب جيد يعني أنا أخذ 1200 دولار. ما شاء الله. نعم. أنت قلت لي أني أسكن في هذا الفندق. نعم. السكن فقط أو في؟ لا يقدمونك الطعام والشراب؟ لا أنا طعام وشراب على حسابنا، نحن نطبخ ونشرب على حسابنا. أنتم تطبخون؟ نعم عندنا مطبخ هنا. نحن أكثر هنا، نحن ثلاث أطباء سوريين. في الصومال أكلت السمك طيب كثير صراحة. نعم. وهو أطيب من سوريا بكثير يعني. نعم. السمك أكلت، رحنا مطاعم أكلنا مندي. من إيه؟ لحم مندي. لحم مندي. نعم يعني لحم ولحم وفي عن المجالات. آه. لحم مندي طيب كثير. أكلنا باستا. نعم. كنا باستا. أكلنا رز وسبانخ رايس. هل أكلت ما يسمونه عنجيرو في الصومال؟ عنجيرو هو خبز. نعم نفس الخبز. يشبه الخبز. نعم هل أكلت عنجيرو؟ نعم. كيف كان مذاقها؟ طيب عنجيرو. نعم طيب عنجيرو. واو. في الصومال كيف أهل الصومال؟ والله طيبين، والله ناس طيبين جدا. والله أنا أتمنى كل الخير للشعب الصومالي، هم ناس طيبين استقبلونا يعني حتى ما تشعر أنك أجنبي غير بلون الوجه فقط. نعم. ولا ما شاء الله معاملة طيبة، شعب طيب يعني يريدون الخير، ما عندهم حقد يعني يتعاملون بكل طيبة يعني. أحس حالك أنت في بلدك وأحسن الحمد لله. أعزائي المشاهدين، هذا كان من السودان وقال أنني لست أجنبيا في الصومال. نعم أنا لست، ويعتبر نفسه وكأنه وطني. نعم وطني الأساس. أنا في بلد الثاني. نعم هو يقول أنني في بلد الثاني. نعم. ونحن الآن في فندق لادن جيست هاوس. نعم. ماذا تقول أصدقائك في سوريا الذين يريدون مجيء إلى هنا؟ نعم الصومال بلد حلوة وبلد جميلة. نعم. هي تتعافى من الحرب التي دامت طويلا هنا في الصومال. وان شاء الله الحرب في بلدي سوريا، انا اتمنى امنية لبلدي سوريا يعني ان تنتهي الحرب وتعود سوريا كما كانت. وكلنا نريد ذلك. نعم تعود سوريا كما كانت، ام يعني هي تحتضن كما احتضنت كل العرب سابقا، ترجع كما كانت، ترجع ارض المحبة، ارض السلام، نرجع على الشام، تنتهي الحرب، نعيش في سلام وامان. ويعني هذا اللي اتمناه لاصدقائي الذين يحبون القدوم الى الصومال. لا تترددوا ابدا، الصومال بلد طيب. اسرعوا بالمجيء. بلد جميل. تعالوا هنا حتى لو ما كان عندكم عمل، تعالوا زياره لانه طبيعه حلوه، شعب طيب، وتعالوا ما تندموا ابدا. في هناك بعض السوريين ويملكون المطاعم
هنا في الصومال. في الصومال نعم. هؤلاء السوريين كيف تتعامل معهم؟ يعني أنا وجدت قليل من السوريين، وهم أغلبية يعملون في المطاعم، لا يملكون المطعم، لكنهم كشيف في المطعم، يعني يعمل كشيف مطعم، كشيف يطبخ الطعام السوري في المطعم. تعرفت على بعض منهم، طيبين جدا، وتذوقنا الأكل السوري هنا في الصومال، يعني ما اختلف علينا شيء، كأننا في بلدنا يعني، كأننا في بلدنا يعني. كيف كانت رحلتك؟ رحلة والله رحلة حلوة كانت، يعني هي طويلة شوية لكن رحلة حلوة يعني. كم ساعة مضيت؟ كم مضيت والله صعدت في ثلاث طائرات. ركبت ثلاث طائرات. ثلاث طائرات. أنت تعرف بلد في سوريا الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي لا تحب سوريا، لا نريد أن نسمي هذه الدول، فرضت عقوبات على سوريا. يعني لا يوجد طيران من سوريا إلى هنا الصومال، يعني ذلك عقوبات على بلدي سوريا، فلذلك اضطررت إلى الذهاب إلى لبنان. لبنان. صعدت في طائرة من لبنان إلى دبي. من لبنان إلى دبي. إلى دبي على مدى خطوط الميدل إيست، شرق الأوسط للطيران. ثم بقيت في دبي ساعة واحدة. بعدين صعدت. ساعة استراحة في دبي. ساعة عبين ما صارت الطائرة، موعد الطائرة الثانية. بعدين قدمت إلى نيروبي كينيا على متن خطوط جوية كينيا، صارت الرحلة 4 ساعات ونصف تقريبا. صحيح. ثم في نيروبي بقيت حوالي 5 ساعات أو 6 ساعات، لأن الطائرة التي ستأتي إلى مقديشو تأخر. من نيروبي إلى مقديشو. نعم. 6 ساعات بقيت في نيروبي، ثم صعدت في الطائرة من مقديشو، من نيروبي إلى مقديشو. كان في استقبالي هنا صاحب العيادة وأخذني هنا إلى الفندق. ثاني يوم أو ثالث يوم بدأت في العمل، يعني الجو مريح كان، يعني ما حسيت في الجو. كيف الجو في الصومال وجو في سوريا كيف؟ أنت أخبرك عن المناخ بشكل عام. أنا تفاجأت صراحة. نعم. أنا تفاجأت في المناخ هنا في الصومال، يقولون في الصومال حر وجو حر، يعني حرارة قوية يعني. تفاجأت، الجو هنا جميل جدا، الجو جميل جدا، درجة الحرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية، لا يوجد رطوبة على الرغم من أننا بجوار البحر يعني، هذا شيء حلو يعني. ذهبنا إلى البحر، الجو رائع جدا، يعني زرت البحر. البحر ليدو، رحنا لليدو، صبحنا في البحر، رحنا كثير أماكن، رحنا حديقة السلام. سلام نعم. رحنا بيتزا هاوس مطعم، تمشينا في شارع مكة المكرمة، يعني رحنا المول. مشيوك في طريق؟ نعم. هل رأيت بعد التورم في شوارع الناس ينظرون إليك؟ ينظرون إليك شو يعني؟ ينظرون إليك أقصد، لأنك لم يرونك شخص مثلك من قبل. ربما ينظرون. نعم الكل ينظر إلي يعني. ينظرون إلي طبعا. يظنونك ماذا؟ ماذا تقصد عنه؟ ماذا تغير عنه؟ ماذا يظنون؟ لا ينظرون إلي كأني شخص غريب عنهم، بس يعني بس غير ذي يعني. هم ينظرون إلي ويبتسمون. نعم. لا ينظرون إلي ويعبسون في وجهي. لا ينظرون إلي ضحكة في وجوههم يعني. وأنا أبادلهم السلام، أقول لهم السلام عليكم، تحية سوية. تحية. أقول لهم زي تحية، أقول لهم وافي عنها هي. تعلمت رقة شوية. ماذا قل لي شيئا أقول لك. قلت لي أنك تعلمت اللغة الصومالية. ما الذي تعلمت اللغة الصومالية؟ ما تعلمت بعض الكلمات. قل لي واحد هو. نعم. يعني أريد أن ألقي التحية عليك، أقول مثلا اسمك أنت، ماذا اسمك؟ عبد القادر. عبد القادر سيد تحية. وفي عناي. أسألك مقعي. مقعي. ما هو اسمك؟ مقعي. مقعي أنس. مقعي عبد القادر. هكذا. تعلمت بعض كلمات يعني، مثلا فيما يخص طب الأسنان عندنا يعني. نعم. فاللسان عرب. اللثة عرق. حدثني أكثر. والله هذه كلمات تعلمتها، بس مش كثير يعني، بس هذه كلمات. شكرا لك يا أنس. هذا كان أنس من سوريا. من سوريا. مع عاصمة دمشق. هو يسكن في هذا الفندق لادن جيست هاوس، ويقع لادن جيست هاوس في حي وابلي. وأنس ودقيني قطر قليلة مئة لادن جيست هاوس وحنوكيا وابري هدي أردت إنا بوخطوك نوصل بوخطوك لادن جيست هاوس وحانا نيصل حريق دونتا تليفونين شاشتك خلقنا الفنائي سبسكرايب دار صار دور ميديا في سنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.